مرحبا معك من جديد متابعي المتتاليات. مستمرين لدينا يو زيرو كتساوي واحد، يو ان كتساوي ان مضروبة في يو ان موازية. سؤال بين ان مهما يكون ان من ان فان يو ان كتساوي لنا ان فاكتورين. واضح ان هنا سنعتمد برهان بترجع. لو ناخذ اول قيمة كياخذها ان واللي هي زيرو، من اجل ان كيساوي زيرو لو لدينا يو زيرو فهي كتساوي واحد، كتساوي لنا زيرو فاكتوريال. إذن الخاصية صحيحة من أجل إن كيساوي زيرو. الآن نفترض أن إن فهي كتساوي لنا إن فاكتوريال، ونبين أن ان زائد واحد فهي كتساوي لنا ان زائد واحد فاكتوريال. اذا مهما يكون ان كينتمي الان. الوغ لدينا اذا مهما يكون ان من ان فان يو ان زائد واحد، رجعوا لهنايا، يو ان زائد واحد فهي كتساوي لنا ان زائد واحد مضروبه في يو ان. إذن كتساوي لنا يو ان زائد واحد فهي كتساوي ان زائد واحد مضروبة في ان فاكتوريال. وبالتالي وجدنا مهما يكون ان من ان ان يو ان زائد واحد فهي كتساوي لنا ان زائد واحد فاكتوريال. إذن الخلاصة، إذن حسب مبدأ الترجع، إذا لدينا مهما يكون ان كينتمي لان فإن يو ان فهي كتساوي لنا ان فاكتوريال. شكرا على المتابعة وإلى تمرين قادم.